المشاهدين أعزائي المشاهدات، ورجعنا لكم مرة تانية مع برنامجكم المفضل الجميل الفيل عالضرفيل. طبعا هو المفروض ان الحلقة خلصت، بس احنا مضطرين نعمل حلقة تانية عشان في احداث بتفرض نفسها علينا، والاحداث دي بتبقى حصرية على قنوات الفيل المتخصصة. انا عارف ان ده كان معاد برنامج الكورة مع صريح، عشان كده احنا مضطرين نلغيه النهاردة. بالنسبة للبنل بتاع بركات هنناقشه في حلقة بكرة ان شاء الله. احنا وعدناكو ان احنا هنقول لكو على مفاجأة كبيرة، واحنا عند وعدنا. احنا معانا دلوقتي الشاب بيرم. هات يا ابني الكاميرا عليه عشان الناس تشوفه. طبعا انتوا فاكرين الشاب بيرم. بيرم هو صاحب محاولة الانتحار الشهيرة، واللي أنقذه منها الرجل العنابي في أول ظهور له في سماء القاهرة. الحقيقة إن الشاب بيرم اتصل بي وقال لي يا صريح بيه، أنا عندي مفاجأة وعايز أعلنها مباشرة وحصرية على برنامجك المفضل الجميل الفيل عبد الفيل. فأنا قلت له أهلا وسهلا، تعالى جه. اهلا يا بيرم، اتفضل قول اعلن. اهلا يا صريح بيه، انا طبعا بيشرفني في الاول اني ابقى معاك في الفيل عبد الفيل، وبحب اوجه شكري للمسؤولين عن قنوات الفيل المتخصصه، وبحب كمان بحب انك تنجز وتخلص بسرعه. احنا لغينا الكوره مع صريح، ما ينفعش نلغي صريح الانوار، لان البرامج دي يا ابني يعني اعلانات، والاعلانات يعني فلوس، والحكايه مش ناقصه. وديني بقولها على الهوا اهو، بس انا مش يعني مش متضايق، لان انا عودت السادة المشاهدين على الصراحة، وده شعار حزبي، الصراحة راحة. كمل يا بيرم، بس ما تاخدش راحتك قوي يعني. ماشي. انا عايز اقول للناس ان من يوم العنابي ما انقذني ووصلني لحد البيت يمكن ما حصلش بيننا اي اتصال، لكن النهاردة بعد حلقة العنابي مع صريح بيه انا فوجئت بيه واقف على شباك اوضتي، خبط عليا فتحت له، اتكلم معايا واتكلمت معاه، وفاجئني بطلب غريب جدا. العنابي خبط على شباك اوضه بيرم وفاجئه بطلب غريب جدا. ايه هو الطلب؟ طلب ايدك؟ لا، ما طلبش ايدي، طلب اني اشتغل معاه. طب ده بيطير، هتشتغل معاه ايه؟ مضيفه ولا مساعد طيار؟ طلب اني ابقى مدير اعماله. يمكن للي ما يعرفش العنابي على الحقيقه هو شخصيه خجوله جدا، ما بيحبش الظهور الإعلامي والصحافة والتلفزيون والحاجات دي، عشان كده هو طلب مني أني أمسك له شغله وأبقى مدير أعماله والمتحدث الرسمي عنه. هوبا، إحنا بدأنا، حد يجي بسرعة يلم الحاجات دي من على الترابيزة. لا ما تقلقش، أنا أخري هنا. ومن هنا أنا بعلن نفسي رسميا المتحدث الرسمي عن الرجل العنابي والقائم بأعماله، يعني من الآخر اللي ليه شوق في حاجة مع الرجل العنابي يتكلم معايا أنا، وده طبعا تحت إشراف حزب الصراحة راحة ورئيسه صريح به الفيل، راعي شؤون المصريين وخادم تراب الوطن. ايه ده الدكتور بيرم اللي انت شغال عنده عصفور؟ شغال عنده ايه يا عم هيثم؟ على فكره الدكتور بيرم ده صاحبي وشريكي كمان. طب خلاص يا نجم ما تتحماش. لا طب خلي بالك من كلامك يا عم هيثم. لا بس الوادي العنابي ده طلع دكر. ايوه هو طلع دكر، ولا كل الدكورات ده علم على الراجل عنكبوت علامه لن تنسى. لن تنسى ده شكل العنكبوته ده هيجي يصفكوا واحد واحد، واوله ما يا عصفور. بقول لك ايه، مش وقتك دلوقتي. طب ثواني بس، كنت عايزك في موضوع مهم. هكلمك بعدين. طب يا ايه عايزه ايه يا قرطاس النكد؟ هو انت هتفضل تكلمها كده وهي مسقعالك؟ وانت مال اهلك؟ هو ايه اللي انت مال اهلك؟ انت تحب اللي يديك بالقباب على وشك وتفضل لازق فيه؟ يا اخي بقيت زي الخروف. خروف لما ينطع اهلك يا بت. بقول لك يا بت، انت بالك كده ومين مش متظبطه؟ في ايه؟ هو الواد بيرم ضايقك في حاجه؟ بيرة؟ هو انت بقيت فارقه معاك بيرة ولا غيره؟ ده لو جه اغتصبني هنا اهون في قلب الحاره ولا هتبقى فارقه معاك؟ بقيت راجل ضغوف؟ ايوه صح، لو جه اغتصبك هنا في قلب الحاره ولا هتبقى فارقه معايا، ممكن تغوري من وش اهلي بقى. غوري انت في 60 داهيه وانت بقيت شبهك. اديك النتايه كده. جاتك البلا وانت شبه رؤوس. والله العظيم شبه رؤوس. امشي يا بنت المجنونه.
جانا جواب رسمي من السفارة الأمريكية بيقول إن سبايدر مان هيوصل مصر بكرة الساعة 10 الصبح ومعاه مراته وابنه الصغير. يا أنسو يشرفوا يا فندم. هيقضي في مصر يومين، اليوم الأولاني هيعمل فيه زيارات للمعالم الأثرية والمناطق السياحية والقناطر الخيرية، وتاني يوم هيلعب ماتش تحدي مع الرجل العناب. الشرنقوطي بيه مهتم جدا براحة سبايدر مان في مصر، وبيقول على الأقل لو ما كسبش المباراة يروح بلده بذكرى حلوة، ما تخسرناش أمريكا. تمام يا فندم، إيه المطلوب مني يا فندم؟ المطلوب إن واحد مننا يبقى مرافق ليه. الشرنقوطي بيه مهتم جدا إن رتبته ما تكونش أقل من رتبة نقيب، وأنا اخترتك أنت بالذات عشان تبقى معاه هو ومراته وابنه، وهو فرصة تقضوا من حلوين انت ودينا ونظام، وكمان نظام صحته تتحسن. ربنا يخليك يا فندم. ان شاء الله يا فندم انا ودينا ونظام هنبقى عند حسن ظن حضرتك يا فندم. الشرنقوطي بيه مهتم جدا ان اللي رافقه يبقى كويس في الانجليزي. انت مش كويس في الانجليزي؟ شور يا فندم. شور، يبقى الساعه 10 الصبح تكون في المطار. اوكي، 10 ام ايربورت. جود باي يا فندم. جود باي. أنا كده اطمنت. قبل أي حاجة أنا جاي أعتذرلك على اللي حصل مني في المعمل. ماشي، اتفضل. اتنين كبدة واتنين سجق هنا للدكتور بيرا يا سيد. ماشي يا معلم. أنا عارف إني ضغطت عليك زيادة عن اللزوم، بس والله العظيم أنا ولا يهمك. على الأقل أنت بتحس، غيرك يا أخويا جبلات وما بيحسوش. سيبك أنت، المهم إن أنت كنت منور النهاردة في التلفزيون. قال صحيح أنت تعرف الراجل العنابي ده؟ أعرفه إيه؟ أنا اللي همسك له شغله كله. بس بيني وبينك الرجل العنابي ده طول الله في برسيم وما يعرفش أي حاجة في أي حتة. هو فعلا من زمان كان محتاج واحد زي يمسك له شغله ويلمعه كده. ربنا بس يعدي موضوع سبايدر مان ده على خير. اداه قدود يا دكتور، شده وهتزول ان شاء الله، ربنا هينصرنا عليه طبعا. واحد مقلبيه هنا حلاوه الشغلانه الجديده يا سيد. حاضر يا معلم. تعرفي يا نتاشا، انت شكلك حلو قوي، مش لايقه خالص على الحاره دي. انا كل ما بشوفك واقفه على عربيه الكبده بحس اني بتفرج على ميسي بيلعب في طلائع الجيش. طب بقول ايه؟ مقلبيه. اللي قولي يا دكتور، هو الماتش بتاع العنابي والعنكبوتة ده هيتلعب فين؟ لسه مكانه ما تحددش. ليه؟ عايزة تتفرج عليه؟ نفسي قوي قوي بصراحة. تعالي معايا الماتش وانا قاعدك اول صف، اخليكي تتفرجي عليه كأنك في وسط الخناقة. فكرك يعني ابويا هيسيبني؟ اكيد هيقولي اقعدي جنبي في القهوة هنا هو واتفرجي معايا على التلفزيون. طب انا هقولك حاجة. ايه؟ انا هجيبلك الماتش لحد عندك هنا. ازاي يعني؟ هخليهم يعملوا هنا الماتش في الحاره عشان خاطرك. صحيح والنبي يا بيرة، ولا بتفشر عليا؟ صحيح، بس بشرط لو ربنا نصرنا على سبايدر مان توعديني تخرجي معايا، ومش في المعمل، في اي حته انت تختاريها. ربنا ينصرنا الاول وساعتها نبقى نشوف. ماشي. شفت انا جبت لك ايه معايا؟ ايه؟ خد يدي يا سعيد. خد الحاجه دي.